أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي دعم جهود المنسق الأممي من أجل الحفاظ على وضعية السلطة الوطنية الفلسطينية كمركز الحكم لإدارة الضفة الغربية وقطاع غزة. وخلال استقباله تور وانسلاند المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، أكد وزير الخارجية أنه بدون عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة فإنه سيكون من الصعوبة خلق وضع مستدام في القطاع يحافظ على استتباب الأمن والاستقرار. أشار السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة إلى أن اللقاء تناول المستجدات الخاصة باستمرار العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، بالإضافة إلى التصعيد الحاد الذي تشهده الضفة الغربية، موضحا أن الدكتور عبد العاطي حرص على الإشارة إلى استمرار جهود مصر للتوصل لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع في ظل العراقيل التي يضعها الجانب الإسرائيلي، وضرورة تمكين كافة أجهزة الأمم المتحدة من الاطلاع بمسؤولياتها وعلى رأسها الأونروا. كما حرص وزير الخارجية على التعرف على نتائج اتصالات المسؤول الأممي مع الجانب الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية والجهود الأممية التي يقوم بها من أجل إنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة، مشددا على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومحور فلادلفيا والقبول بعودة السلطة الفلسطينية لإدارة المعبر بما يسمح باستئناف عمل المعبر.